4 ال 2 ال 3 ثلاثه سيجمنت المفروض اني اسوي عليهم بولايزيشن من 10 الى 15 تكراره كل ليفل. هذا جانب. بعد ما تكلمنا عن الهيب اوف ذا سنتر، هذا الهيب اوف ذا سنتر اتس لاترال كومبوننت. كلنا احنا نتكلم على السجيتال بلان، الان نتكلم على اللاترال كومبوننت. دكتور جعفر، يعني جزاه الله خير، يعني ما شاء الله المعلومات مبسطة رغم ان الموضوع في منتهى الصعوبة، لكن جزاه الله خير وجزا منظمين الدورة كلهم خير. الله يعطيكم العافية جميعا، تنظيم حلو، والسبيكر جعفر يعني يزداد كل ما لا يزداد تألق في اداء الوركشوبس، واتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. طبعا احنا سعيدين جدا بمشاركة زملائنا في المهنة اللي جايين من اكثر من منطقة، وزملائنا بالاخص في مستشفى القطيف المركزي معروفين بخبرتهم ومعروفين بتجاربهم الجميله، فاحنا نستغل اي فرصه عشان نشاركهم ونستفيد منهم. الحمد لله خلال يومين راجعنا الام اسفل الظهر الميكانيكيه واللي اغلبها على مبادئ ماكنزي اللي هو الاب الروحي، شئنا ما بينه العلاج الطبيعي وحق الباك بين. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كانت ورشه عمل مميزه، وجود اخصائيين مميزين واخصائيات مميزات. الورشه كانت عباره عن يومين، على المدى اليومين حاولنا نركز جهدنا على الميكانيكال بين حق الباك اريا لور اريا. كان التركيز على ماكنزي، كيف تقدر الواحد يتوصل الى تشخيص من خلال good evaluation good interventions. كان التركيز على الميكانيكال بين through ماكنزي، through الموتور كنترول، through الجندا بروش مصر امبالانس. ما نسينا النيورو دايناميك، كانت المجموعة مميزة، كان عطائهم مميز. حاولنا ندخل على كيس ريبورت وكانت التطبيق لهم شكل طيب. في النهاية أشكر المجهود الإدارة في تجهيز المكان، ما قصروا فيه، شكرا لك.